يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. حياكم الله، واسعد الله مساءكم بكل خير وبكل سعادة وسكينة وطمأنينة وتفاؤل في هذه الليلة المباركة التي نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو فيها آيات من كتاب الله، نتعرف على أحكامها، نتعرف على معانيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس علم ومجلس عبادة وطاعة، وأن لا يحرمنا وإياكم من الأجر ومن الثواب من هذه الساعة المباركة التي هي تعتبر والله من غنائم أوقاتنا وأعمارنا. والله كل الأعمار تذهب وكل الأوقات تفنى وتذهب، لكن مثل هذه الجلسات وهذه يعني الحضور والمشاركات في التعاون على فهم كتاب الله، والله هذه لا تقدر ولا بثمن، وستجدونها إن شاء الله في صحائف أعمالكم يوم القيامة. الملائكة تشهد لكم، السكينة تتنزل عليكم، الرحمات من رب العالمين تتنزل عليكم. لازلنا في سورة النبأ، وقلنا لكم بأن سورة النبأ لها كم اسم؟ أربعة أسماء: النبأ، وعما يتساءلون، المعسكرات. هذه الأسماء السور، قلنا أكثر سور القرآن سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى بعض الصحابة بعض السور يعني بناء على ما جاء في السورة من أحداث ومن قصص ومن أمور. وتكلمنا أنها نزلت لتؤكد حقيقة البعث واليوم الآخر، وهي قلنا مكية ولا مدنية؟ مكية، لأن السور المكية تبحث في العقيدة، في التوحيد، في الإيمان. وأما السور المدنية تبحث في الأحكام، في الحلال، في الحرام، في الفرائض، في الواجبات. فسورة النبأ مكية، وقلنا أن الكفار يعني لم يؤمنوا بيوم القيامة، وهذه مشكلة الكفار مو بس في زمننا، بل في كل زمان مشكلتنا معهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، لذلك يفعلون ما يشتهون، لا يحللون ولا يحرمون بناء على هذه القناعات التي عندهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة النبأ بعدة آيات بلغت حوالي العشر على دلائل قدرة الله عز وجل، دلائل قدرة، ومنها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أكثر من 12 دليل على قدرة الله ولا عظمة الله سبحانه وتعالى. يكفي الشمس يا أخوانا، هل تدرون كم تبعد عن الأرض الشمس؟ 150 مليون كيلومتر. لو اقتربت شيئا لاحترقنا، ولو ابتعدت لمدنا من البرد. فسبحان من أحكمها ومن خلقها وأوجد لنا كل هذه الآيات التي ذكرناها في مطلع سورة النبأ، كلها تدل على قدرة الله عز وجل. إذا الشطر الأول هو بيان عظمة الله في مخلوقاته وإثبات وقوع اليوم الآخر، يعني الذي فعل هذه الأمور ورتبها وسيرها وخلقها عاجز عن اليوم الآخر، هذه كلها تدل على أن يوم القيامة آت لا محالة. ثم يتابع الله سبحانه وتعالى في القسم الثاني: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا،
وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. هذه الآيات تبحث في يعني عقوبة الكافرين وما أعد الله لمنكري البعث ويوم القيامة. إن جهنم كانت مرصادا، جهنم نعم اسم للنار. كم اسم للنار ورد في القرآن؟ هل تدرون؟ ورد لأسماء جهنم 8 أسماء: جهنم، الهاوية، اللظى يطلع من اللهب، الحطمة حطم الكافرين، حطمهم، الجحيم، الجحيم أيضا من أسماء النار، كذلك سقر، السعير، سجين، هذه كلها من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. 8 أسماء، وكم بابها هي؟ 8 أبواب. شوف سبحان الله، 8 أسماء، 8 أبواب لجهنم. هذا نعم جنة كمان 2 أبواب. 7 7 أبواب. 7 نعم، لكل باب منهم جزء مقسوم. أظن النار هي 7 والجنة 8. لا لا لا، 8 أبواب لكل باب منهم جزء. هذه جنة. هذه جنة. المهم هذه أسماؤها، وكل اسم له مدلول وله يعني بيان. إن جهنم كانت مرصادا، ما معنى مرصادا؟ يعني تترصد وتنتظر الكافرين. جالس الآن جهنم يعني تتلهف لرؤية منكري البعث وللكافرين، مرصادا تترصد. جالس فلان على المرصد يعني عم يرقب التحركات، تحركات العدو وأموره وما يتعلق به. إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصد أعمال العباد ويطلع عليها سبحانه وتعالى. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الطاغين هم الذين تجاوزوا الحد في الكفر وفي العصيان وفي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وأول هذه المخالفات إنكار يوم القيامة، إنكار ركن من أركان الإيمان وأمر مهم جدا هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. نعم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني مرجعا ومآلا يرجع إليها الكافرون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يعني يبخس الناس أشياءهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد أنذركم رسولنا وبين لكم النبأ العظيم ويوم القيامة، ودللنا على يعني على قدرتنا على إحداث هذا اليوم، ومع هذا استمريتم على الكفر وعلى العصيان وعلى التمرد. فإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. لابثين يعني مقيمين، مقيمين في جهنم أحقابا. الحقب هو المدة الطويلة، يعني أزمنة مديدة وعديدة. نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ووالدينا من نار جهنم. والله يا أخواننا، يعني الإنسان حين يتصور يعني عذاب الله سبحانه وتعالى ونار جهنم، الآن الإنسان يعني أمام شعل بسيط سراج، يقول لك حط يدك عود ثقاب، حط يدك ثانية ما تستطيع، كيف بنار جهنم التي نعم يعني النارنا هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم اللي نحن الآن نخاف منها ونحذرها ونتوقعها، فكيف بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. لابثين فيها أحقابا، أي مقيمين فيها أزمنة طويلة غير قصيرة. نعم، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا أي شرابا يعني يبرد أكبادهم. وأهم شيء لأهل النار أيها الإخوة الماء، الماء، لأنهم سبحان الله يعني هم يشتهون الماء بشكل عجيب. والله سبحانه وتعالى صور لنا ما يقوله الكافر، قال أفيضوا، وقال أصحاب النار لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أعطونا ماء. وفي تفسير آخر سورة سبأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الذي يشتهونه في نار جهنم الماء، من شدة حرارتها، من شدة سعيرها، من شدة لهيبها، لذلك يشتهون شربة ماء أن تبرد أكبادهم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ما في أي شراب يخفف عنهم نعم حر جهنم ولهيب جهنم. نسأل الله أن ينقذنا وإياكم ويبعدنا عنها. ولا شرابا، إذن شيئا من الشراب الذي يطفئ عطشهم ويخفف عنهم العذاب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء المغلي الذي اشتد غليانه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. كغلي الحميم، الحميم يعني شدة اشتعال أو ارتفاع حرارة الماء آخر ما تصل إليه، هذا هو شراب أهل جهنم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغساق هو عصارة جروح الكافرين، ما يخرج منها من قيح ومن صديد، هذا هو شراب الكافرين في نار جهنم. هذا ما أعده الله لهم جزاء وفاقا، لأنهم أنكروا يوم القيامة، أنكروا قدرة الله عز وجل، أنكروا ما أعطاهم الله وما وهبهم وما أمدهم وما سخر لهم في هذه الحياة، فاستحقوا العقاب والعذاب يوم القيامة. إلا حميما وغساقا، إذن الحميم هو الماء الذي اشتدت حرارته، والغساق ما يخرج من جروح أهل النار، وهو كريه، كريه الرائحة أيضا، إلى أنه كريه الرائحة، وقيل أنه بارد يقطع الأمعاء أيضا، فاجتمع لهم الحر والبرد في نار جهنم. لا يرجون نعم جزاء وفاقا، جزاء موافقا لأعمالهم، هذا ما عملوه في الدنيا، فاستحقوا هذا الجزاء يوم القيامة. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون يعني لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بيوم البعث، لا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى جعل يوما يجتمع فيه الأولون والآخرون ويحاسب الناس على أعمالهم. هذا اليوم نعم يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. التي كل شيء بالمستقبل قريب بالنسبة للإنسان، البعيد اللي راح ما عاد يرجع، إن غدا لناظره قريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني خلاص. ومن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر. والله ما في الإنسان ما بيشعر إلا في لحظة قامت القيامة وانتهى كل شيء في هذا الكون. فالإنسان طبعا كل واحد منا له قيامة. الإنسان إذا ما قامت قيامته خلاص انتهى، بدأت القيامة بالنسبة للإنسان الذي يموت. خلاص سيرى، سيكشف، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان حتى قبل أن يموت وهو في الانتظار يعرف مكانه في الجنة أو في النار، تنزل ملائكة وتخبره بذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل ولا تفكروا بأولادكم اللي خلفتموهم وتركتوهم، نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فالإنسان يا أخوانا عليه أن يستعد لهذا اليوم، أن يستعد لمفارقة الحياة. ما يدري الإنسان متى يفجعه الموت، ما هذا يعني يأتي بغتة، يأتي فجأة. أحيانا يعني من علامات الساعة الصغرى أن يكثر موت الفجأة، يعني إنسان يحط رأسه على الوسادة الصبح ما بيصحى، بيطلع من بيته ما بيرجع، بيلبس الثوب ما بيستطيع إنه يخلعه، يخلعه إياه في المستشفى أو يخلعه نعم عند المغسل، نسأل الله حسن الختام. فالإنسان ما يدري الموت حقيقة يعني شيء أخفاه الله عنا، لكنه حق وسيأتينا، ولا بد من الإعداد، لا بد من أن يكون الإنسان يعني يتزود مثل هذه المجالس. هذه يعتبر من الزاد الدار الآخرة، التفكر في آيات الله من الزاد الدار الآخرة، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل. أن الإنسان مثل ما ذكرنا من قبل كل شيء يعمل وكل شيء يشتري يحتسبه عند الله، يؤجر عليه ويسجل له في حسناته، نعم جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بيوم الحساب، هو ولا حساب ولا قيامة ولا كذا. انتظر ما دمت كذلك، انتظر انتظر الذي أراك هذه الآيات، هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الجنات وهذه الشمس وهذه الأرض. من هل وجدت هكذا؟ من أوجدها؟ من صنعها؟ من خلقها؟ من رتبها؟ من الذي نعم يطلع عليها ويسير أمورها؟ والله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا يعني شديد التكذيب، مو إن والله كذب، لا بإصرار، بإصرار كذابا، نعم شديد التكذيب. لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، نعم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال دخل أحد الصالحين على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، وكان في مرض الموت، فقال يا إمام إني سمعت من طاووس رحمه الله هو من التابعين من أهل اليمن يقول إن أنين المريض يسجل في صحيفته، المريض طاعم الملائكة بتسجل هذا الأنين. قال لن أرينا بعدها خلص، فلا يأتي الإنسان والله كل كلمة حتى يعني الكلمات التي يقول الإنسان كلها مسجلة عليه. أخواني لو جبنا شريط، والآن الحمد لله يعني صارت العملية قريبة جدا، يعني شريط كاسيت أو في حاجات الآن أقل يعني زر صغير كذا تحطه عم يسجل عليه كل شيء، حتى لو تنفست عم يسجل عليه، لو كحيت عم يسجل عليه. فهذا البشر صنع البشر، فكيف بصنع الله عز وجل؟ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، إنسان يراجع الله سبحانه وتعالى. هذه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الإنسان عليه أن يكون يعني دائما إن الله مطلع عليه، إن الله ناظر إليه، إن الله معي، يعرف كل سردة وكل كبيرة. ملائكة عم تسجل علينا إخواننا، ملائكة عم ترفع أعمالنا إلى الله، ملائكة الله سبحانه وتعالى سخر بعض الملائكة لنقل صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم في ملك خاص. لما تقول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في ملك عم ينقل هذه الصلاة وهذا السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخبرنا به وهذا ما يجب أن نؤمن به. فإذا يا أخواننا يعني العملية فيها بتخوف، ما هي شغلة بسيطة وسهلة، ما يقول والله يعني كل شيء عم يسجل علينا من صغير وكبير ومن نظرات ومن غمزات ومن كل ما نفع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نعم وكل شيء أحصيناه كتابا. لذلك يوم القيامة ينشر الإنسان صحائف مد النظر، صحائف أعماله، كل شيء كل كلام قال، إن كان خيرا أو شرا، إن كان لغوا
أو حقا كله مسجل عليها. فاحرص يا عبد الله أن لا تقول إلا حقا، احذر الغيبة، احذر النميمة، احذر الشتم، احذر اللعن، احذر ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك والله مسجل علينا، مسجل علينا. نعم. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال هذه أشد آية على الكفار، يعني الواحد بالعذاب والملائكة يقول لن نزيدكم إلا عذابا، يعني هذا إلام وتوبيخ وقهر وتعذيب، لن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه، نسأل الله العافية والمعافاة. نعم، هذه كانت تصور حال الكافرين، حال المنكرين للبعث، المنكرين ليوم القيامة، المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. نعم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، والفصل قلنا يفصل الله بين العباد، يفصل الله بين المؤمنين والكافرين، يفصل الله بين الظالمين والمظلومين. أنت ظلمت في الدنيا، اعتدي عليك، ما استطعت أن ترد الاعتداء ولا استطعت أن تنتقم لنفسك، ارفعها إلى الله سبحانه وتعالى. سيأتي يوم والله إن الله سيختص من الشاة قرناء ممن لا قرن لها، مو من الأوادم، يعني من الشياء، من كبش خروف إلى قرون وخروف إلى قرون، إلى قرون نضح الكبش الثاني هذا. الله سبحانه وتعالى بده يحاسبه، وبعد ذلك يصير تراب طبعا، ما بدخل جنة ولا نار لأنه ليس مكلفا، لكن إن الله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه شاردة ولا واردة. والله من ظلمك أو اعتدى عليك أو اغتابك أو يعني تكلم بكلام شتمك أو خذفك، والله سينتقم الله منه يوم القيامة. فاحذر يا أخي، احذر، لأنه الإنسان أن يعني تذهب حسناته إلى غير، خاصة في مجالس الغيبة والنميمة، اللي هي أحسن شيء أن تقعد تتكلم وتنبسط وفلان كذا وفلان كذا وكذا، فهذه يعني أمور خطيرة جدا، لأن الإنسان يأتي يوم القيامة بحسنات لكنه شتم هذا وسب هذا ولعن هذا واغتاب هذا، فيأخذون من حسناته حتى إذا بنيت أخذوا من سيئات الآخرين ووضعوها عليه فزادت فألقي وطرح في النار، نسأل الله العافية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، يوم الجمع، يوم التغابن، الساعة، الحاقة، الواقعة، الطامة، الصاخة، الآزفة، نعم، يوم الحساب، يوم الحشر، نعم، يوم الجمع ذلك، يوم التغابن، أسماء كثيرة لهذه ليوم القيامة، والتي يحمل كل اسم منها معنى من المعاني. ما بدنا نطول عليه، نخاف انه نكمل ان شاء الله تعالى الجزء الاخير من سوره النبأ في المجلس القادم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجنبنا واياكم صفات اهل النار وعمل اهل النار، ويجعلنا من المؤمنين المصدقين الذين يستعدون للرحيل من هذه الدنيا بزاد وعمل يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.